الترند العالمي واهم الامور في الترند ده واهم الاخبار وكل الحديث دلوقتي عن تريزيجيه، وده من حساب الدوري الانجليزي واللي بيحتفي باول هدفين لتريزيجيه مع استون فيلا في شباك فولهام بهذا الموسم تحديدا. يعني في الدوري الانجليزي تريزيجيه سجل هدفين في 160 ثانيه، هما في الحقيقه اغلى هدفين. ليه؟ لان استون فيلا كانوا متاخرين على ملعبهم بنتيجه 1-0 لغايه لما نزل تريزيجيه قدر ان هو يجيب جونين ورا بعض، وبالتالي جه واتكنز جاب الهدف الثالث في الاخر. نتمنى دايما التوفيق لتريزيجيه لسه مع نفس اللاعب، وبالتحديد من حساب سكاي سبورت، واللي بيقول ان تريزيجيه هذا الموسم مع استون فيلا لعب 1056 دقيقه وسدد 28 كوره ولم يسجل اي هدف. لكن امبارح تريزيجيه شارك في الدقيقه 62 وسجل الهدف الاول في الدقيقه 78 والهدف الثاني في الدقيقه 81، هدفين في الحقيقه يعني رجعوا الثقه للاعب مهم جدا زي تريزيجيه. نتمنى له يا رب الاستمرار على هذا المنوال. خلينا كمان نروح لحساب اوبتا للاحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان تريزيجيه ثالث بديل لاستون فيلا يسجل هدفين في مباراه واحده في البريمير ليج. ده بعد مين بقى؟ بعد دوايت يورك، طبعا كلنا فاكرينه كان بيلعب في استون فيلا وبعد كده راح لعب فتره من الفترات طبعا مع مانشستر يونايتد، كان جاب هدفين في ليفربول بعد ما نزل كبديل في عام 94. وكمان جوليان يواكيم ضد ديربي كاونتي كان جاب برضو هدفين، ده كان في سبتمبر عام 2000. فبالتالي كده يجي تريزيجيه ثالث لاعب. طيب خلينا كمان نروح لحساب انفيلد واتش على تويتر، واللي بيتكلم ونشر تصريحات لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، واللي قال قبل مباراه ليفربول بكره يوم الثلاث، وقال ايه؟ ذهاب ربع نهائي طبعا دوري ابطال اوروبا، وهي دي المباراه بتاعت بكره. المباراه هتبقى ناريه في الحقيقه سواء مباراه الذهاب او الاياب، لكن هو تطرق لمحمد صلاح لما تم توجيه سؤال ليه هل تتمنى انك تكون مدرب لمحمد صلاح؟ قال الراجل محمد صلاح مش اللاعب بتاعي دلوقتي، فانا مش هعلق على الجزئيه دي، لكن احنا بنستعد لمواجهه لاعبين كبار جدا امثال محمد صلاح في مواجهه الغد بشكل كبير. طبعا طبعا رغم انا بحب ريال مدريد بصراحه، بس انا بحب صلاح اكتر طالما لعيب مصري وبيرفع اسم مصر دايما، فاتمنى له كل التوفيق. طيب كمان هنا حساب ريال مدريد الرسمي بيعلن القائمة لمباراة بكرة بتاعة ليفربول، والعالم كله منتظر هذه المباراة. يعني كانت تبقى مباراة أكثر إثارة لو كان راموس جاهز وكان هيلعب قدام صلاح، لكن في العموم أعلنوا في حراسة المرمى تيبو كورتوا طبعا الحارس الكبير، ولونين والتوبي دول في حراسة المرمى، في خط الدفاع ميليتاو وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريازولا وفيرلان ميندي، في خط النص توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، اسكو، اريباس، وفي خط الهجوم كريم بنزيما واسينسيو ولوكاس باسكيز وفينيسوس جونيور وماريانو دياز ورودريجو. دي قائمه ريال مدريد لمباراه الغد. طيب كمان خلينا نروح لحساب ديلي ميل على تويتر، واللي بيقول ان مانشستر يونايتد الانجليزي بيسعى بكل قوه للتعاقد مع مين؟ مع عثمان ديمبلي. وفي الحقيقه مش هو بس، لا هو كمان بينافس اليوفنتوس الايطالي اللي بيحاولوا يتعاقدوا مع نفس اللاعب، واللي هم بيشوفوا ان هم ناقصهم السرعات في الجزء الامامي، فمن اسرع لعيبه في العالم في الحقيقه عثمان ديمبلي. عطلته كتير قوي الاصابات مع برشلونه، لكن الراجل كان طلعه قويه قوي مع بورسيا دورتموند قبل ما يروح برشلونه، كان ابتدى يستعيد جزء كبير جدا من مستواه. هنشوف ايه اللي هيحصل في الصيف بخصوص عثمان ديمبلي. طيب كمان خلينا نروح لحساب اي بي ال وورلد على تويتر، واللي بيقول ان المحادثات بين اريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي وبرشلونه متقدمه للغايه، واحنا عارفين ان جارسيا عقده هينتهي مع نهايه هذا الموسم، فبالتالي هيبقى لاعب حر، فمفاوضات مستمره مع برشلونه بخصوص عوده اللاعب لبرشلونه، اصلا واحد من اللاعبين كانوا متواجدين في الفريق الكتالوني وبنسبه كبيره جدا هيكون موجود الموسم الجديد مع برشلونه. لكن خلينا نروح بقى لنجم كبير جدا جدا زي زلاتان ابراهيموفيتش، ده من حساب في الجول على تويتر، واللي بيقول ان ميلان وابراهيموفيتش يتفقان على تمديد التعاقد حتى يونيو 2022، هو خلاص يعني عقده المفروض ينتهي اخر هذا الموسم وهيجدد بنسبه كبيره جدا عشان يخلص العقد الجديد وهو يكون عنده 40 سنه، لكن ما شاء الله عليه حتى هو عنده 39 مثلا دلوقتي. ايه المستوى الرائع ده؟ بيرجح كفه ميلان في معظم المباريات في الحقيقه، اسطوره من ضمن اساطير كره القدم العالميه بكل تاكيد، وهو زلاتان ابراهيموفيتش. طيب نروح للاعب من اللاعبين المميزين كمان في بورسيا دورتموند وصاعد بسرعه الصاروخ، وهو يوسوفا موكوكو.
مهاجم الفريق الالماني، وخلاص هيغيب بسبب الاصابه في الاربطه خلال مشاركته في معسكر المنتخب الالماني للشباب تحت 21 سنه، واعتقد هيكون غياب مؤسف جدا لبورشا دورتموند، لكن مش بالصوره الكبيره قوي لان هم عندهم اهم لاعب دلوقتي في الخط الامامي وهو طبعا ألاند، واللي بيعمل بعض الجولات كده في اوروبا عشان يشوف هيروح فين في الموسم الجديد، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، يعني في كلام كتير جدا بخصوص ألاند.